هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عملت فيديو جديد عن روبلوكس، وهي المرة في لعبة رويال هايك. هي شخصيتي، عندي كثير من الملابس، وهذا اللعبة مثل عرض الازياء، ازياء فريستير. راح البس اللي احبه، وبس لانه انا عندي كثير من الالبسة راح اختار واحد منهم. ايش راح جاتني فكرة، فقط نذهب فلنكتب وبكتب لو لا 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 نحاول ابجان التحول. وهيك انهينا. روحي بنزح هذا في التعليقات، اكتبوا لي اذا اعجبكم دزي او لا. الحين نبقى ننتظر. اوتش، مللت، يلا راح ابدا بالرقص. الحين لسه باقية 5 دقائق، وأنا لسه جاهزة، لذا راح أوقف الفيديو وأعود لكم. عندها تبقى دقيقتان. سي يا جايز. كنت احترق. الحين راح نضرب به، اوريك من قليل في الاماكن في الجزيرة واشياء في رويال هاي. اها، كمية المثل اللي عندك. اها، دريس اب وين ده. هون شوبين اكسبلور وورلد فوق كريت كريت. انا الحين بدي جلسة، بختار جيجا سيت او سيت سكوات سيت كيك سيت شيل سيت شيل. انا هكتب الرقم. هكذا انظروا، اذا ضغطت على زر واحد نزعت قفل. انظروا، نيم لوك، نضغط نضغط المرة الثانية، نضغط نضغط.
شو بيدا؟ أنا بشبه، أنا بشبه شخص الشمس تضع فيه إذا يبرق. اللي عنده قناته عامل لي سبسكرايب هو الحين يسمع دي الأغنية، يكتب لي في الكومنت لحتى أعمله سبسكرايب. طبعا أنا عامل كثير، وممكن أكون عملت لكم أنتو كمان إذا كان عندكم قناة. وإذا ما كنت عامل فقط أكتبوا لي اسم قناتكم وأنا بشوف إذا كنت عملتها بين لا زبوني مو أو لا. أنا أرى نفسي برتقالية مع أن الزي أصفر. طبعا حبيت أقول لكم أن سلسلة حرب على الملك هي فقط الأغنية Queen of Mem، بس أنا جعلتها سلسلة بكلمات أخرى. وحبيت أقول لكم أيضا أنه أنا مو أغير شخصيتي في مثل في الميميات الذي أعملهم، هي فقط تبدل الشخصية بس مو عمل شخصيتي.